إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البيوت اللي فيها بنت بيوت فيها رحمة، البيوت اللي فيها أنثى بيت فيه رحمة، لأن العاطفة عندها مقدمة على الـ 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 العقل. احتضن البنت، البنت تحتاج، البنت الصغيرة إلى أن تتزوج لا تحتاج إلى خمس مجاملات فقط، خمس مجاملات لأمها، لكن البنت إلى أن تتزوج تحتاج من أبيها ومن أخيها إلى 15 مجاملة في اليوم. كل ما تراها امسح على شعرها، احضنها، ربت عليها، قبل يدها. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة أم الحسنين مرات ومرات يقوم لها، وكان لا يقوم لأحد، يقوم ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجواره، وإذا كان اليوم شديد البرد يغطيها بعباءته، وهي زوجة لعلي سبحان الله وأم للحسن والحسين وزينب. تستشعر هذا الحنان منك، فربما انتقلت بعد ذلك إلى بيت أو إلى زوج فيه قسوة أبيها أو عمها أو خالها، فتكون خدت جرعة حنان يعني تبقى معها، لأن ال 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 الهبل الذي أنت تراه والعاهات التي تراها في البيوت نتيجة طفولة مشردة، مش طفولة مشردة يعني بنت الشارع، لا، طفولة مشردة، أب قاسي وأخ قاسي، وبعدين سبحان الله العظيم الأعراف عندهم مقدمة على دين الله سبحانه وتعالى.